نعم، هذا سؤال جيد جدا أحمد. الولايات المتحدة دائما تراقب أي شيء عابر للقارات، صواريخ عابرة للقارات، حتى ذا المدى المتوسط والقصير. هناك الكثير من الاستخبارات الأمريكية التي تركز على هذا الأمر. الولايات المتحدة لديها وكالة خاصة نسميها الوكالة الفضائية الجغرافية. هذه الوكالة تراقب كل الساتلايتات أو الأقمار الصناعية، وهي أيضا تركز على حركة أي قوات وكذلك حركات الصواريخ عبر العالم، خاصة من الصين وروسيا ومؤخرا من إيران. فأي حركة لهذه الصواريخ، عندما تقرر روسيا استخدام صاروخ باليستي عبر القارات، تأكد أن الولايات المتحدة ستجد ذلك مباشرة، ما أن تحرك واحدة من هذه الصواريخ، أو ما أن تشعل فتيلها، ما أن تبدأ بالعمل هذه الصواريخ. فهي هناك تواصل مع الأقمار الصناعية وأجهزة وأنظمة الإبحار. هذه الإشارات تصل إلى الولايات المتحدة وسيقوم بدراستها، وعن طريق دراسة هذه الإشارات تدرس إمكانيات هذه الصواريخ. فأعتقد أن روسيا لا تنوي القيام بتفعيل هذا الصواريخ، لأنها تعرف أن الاستخبارات الأمريكية موجودة. فنعم، ليس من الصعب أن تتقصى هذه الصواريخ.